مفروض انه بلش يعمل ريكورد. اوكي دكتور هي طلع لنا اشعار انه بلش يعمل ريكورد. بلش دكتور. اوكي هلا المرة الماضية مثل ما حكينا بلشنا بالمواد اللي تستخدم بالباكيجز والكونتينرز للبارنترال بريباريشنز، وبلشنا بالجلاس وحكينا انواع الجلاس، في عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 3، وفي عندنا نون بارنترال، وحكينا تايب 1 اغلاها اللي هي المور اكسبنسيف، واصغر اقل وحده اللي هي تايب 3 جلاس، وحكينا في عندنا نوعين طريقتين لصنع الجلاس، في عندنا التيوبنج جلاس والاكستروجن، وكان انه التيوبنج افضل بتحضير الجلاس للبارنترال افضل من الاكستروجن. اوكي هلا نيجي للربر المطاط. المطاط وين بنستخدمه؟ بنستخدمه بتسكير الفايلز، الربر بالسرنجز، في عندنا ايام بيكون فيها ربر في الشغلات مطاطيه. It is used in the vials and the bottles closures. بالبوتلز اللي باللارج بارنترال فوليومز بيكون في على البوتل كلوجر، هذا الكلوجر مصنوع من المطاط الفلين. السرنجز، الكارترجز، بلانجرز، الديسك سيلز، البوردز اون ذا بلاستيك باجز، الاي في ادمنستريشن سيتس، هي كلها مصنوعه من المطاط. فالربر فورميليشنز ار فيري كومبليكيتد وذ ماني كومبوننتس. في عنا بتركيبه الربر اللي بنصنعه هاد كتير من الـ ingredients. Two primary rubber types are natural and synthetic. المطاط، في مطاط الطبيعي بجيبوه من أشجار الأمازون الموجودة في أمريكا الجنوبية، المطاط الطبيعي، وفي synthetic اللي هو لأنه الربر هو عبارة عن polymer. Many potential problems associated with the use of rubber, especially the closures. في عنا كتير مشاكل طلعت لهم من الكلوجرز، هاي انواع من الكلوجرز مصنعه من الربر. هلا شو هي الانجريدينتس اللي المفروض تنحط في صناعه الربر؟ في عندنا الالاستومر. الالاستومر هو هذا البيس ماتيريال، مثل ممكن يكون ماده الربر الناتشرال، البيوتيل، السيليكونز، حسب انا من وين بصنع الربر ولا هو اصله طبيعي. الكيورنج ايجنت او الفالكونايزنج ايجنت يلي هو بنقدر نسميه الهاردنر، يلي هو بخلي الروابط اللي في البوليمر ما تضلها تتحرك، بيعملها immobilization، بيثبتها، بيعمل cross links، ف it forms cross links like sulfur، يعني بضيفه مع الحرارة على natural rubber sulfur أو zinc oxide أو peroxide to shape the rubber، حتى يعملوا الشكل المعين اللي بدي اياه. في عنا accelerator to increase the curing rate، لأنه ممكن the cure rate يقعد له شيء 24 ساعة ممكن أكثر، فحتى يزيد معدل the curing أو the hardening ممكن نضيف مواد مثل MCBT. Activators to increase the efficiency of the accelerator مثل الزنك أوكسيد والستياريك أسيد. Antioxidant to resist the aging like the phenols. Plasticizer to aid shaping the process، يعطي طراوي ما تضلها يابسه كثير الربر. Filler to modify the hardness like الكربون بلاك واللايمستون والبيجمنت حتى يعطي اللون. نيجي هون وحده وحده. هلا الالاستومرز يلي هي ممكن تكون الماده الناتشورال اللي هي المطاط الطبيعي. It has a good physical strength and can withstand multiple punctures. انا بهمني خصوصا بالمالتي فايل، مالتي دوز فايل، انا بتنزل بتفوت الابره فيها بتخزقها بترد، المفروض بس يطلع تسكر لحالها. ف it can withstand multiple punctures in natural rubber. في عندنا ماده النيوبرين اللي هي حطوا للناتشورال ربر هالوجين، هذا يوزد فور اويل بيست برودكت. اذا كانت البرودكت اللي عندي اويلي ان نيتشر افضل ناخذ لي نوع الفلينه هاي او نوع الربر اللي هو نيوبرين. بيوتيل اور هالو بيوتيل اللي هو يوزد لانه افضل شيء اكثر شيء يستخدم لانه بيعمل بارير من الاكسجين ومن الموشر، سبيشال اذا كانت مادتي
بصير لها إذا كانت باودر مثلاً فور إكزامبل وبدي إمنع عنها الموشر، فأفضل إشي إنه أحطها بالبيوتيل أور ذا هالو بيوتيل، أو إنه بتتأكسد أو بصير لها هيدروليسيس. فهذا الكونتينر الربر اللي إذا الغطاء الربر في النوع هذا هو ذا بيست. أذرز في عنا الستايرين، البيوتادين، النايتريل، تعرفوا صناعة كيماوية هاي، فصار فيها تطورات كتير، أي إديشن صارت فيها إضافات لمادة الفلين. For example البيوتيل، البيوتيل الناتشورال، نيوبرين، البولي ايزوبرين، السيليكونز، هاي they are all autoclavable، فكلهم بيتحملوا درجة نحطه في الاوتوكليف. البيوتيل الناتشورال ونيوبرين والبولي ايزوبرين فيها كمية من الاديتيفز عالية، اللي هي انه بدي احط الانجريدينتس حتى احسن من شكل الربرز، لكن البيوتيل والسيليكون كمية الانجريدينس بتكون أقل. الووتر والفيبر بيرميشن، السيليكون هي أكتر واحدة بتعمل بيرميشن، فهي دايما بخليها للفايل أو للباودر يلي أنا بخاف عليها من الموشر. الباقيين مودريت، والبيوتل بيعمل لو ووتر فيبر بيرميشن. البوتنشال رياكشن وذ برودكت، انه مين ممكن يتفاعل مع البرودكت الناتشورال. ليش الناتشورال صاروا يجيبوا سينثيتك منه او يحولوا لسينثيتك؟ لانه له ناتشورال، وجدوا انه بتفاعل تفاعل عالي مع البرودكت، وبالتالي ممكن يضيع لي فعاليه الدواء. فالناتشورال نيوبرين له هاي، وايل السيليكون له لو بوتنشال رياكشن وذ برودكت. ففي عنا اكثر من نوع من الكلوجرز، طبيعه البرودكت اللي بدي بحطه جوا الفايل او جوا الامبول، الامبول سوري ما فيها، جوا البوتل، هو اللي بيحدد لي شو نوع الربر كلوجر اللي بدي استخدمه. هلا كيف بدنا نصنع الربر كلوجرز؟ في بفحصوا الرو ماتيريال من وين جايبينها، الناتشورال، نيوبرين، شو كان نوعها، الايدنتيتي، البيوريتي. بيقيسوا الانجريدينتس، مو هي فورمولا عنا، بيقيسوا بوزنوا الانجريدينتس، بيخلطوها سوا. تيست ذا ميكس فور كيور كاركترستكس، قديش بتصير لها هاردنينج. هلا ممكن طريقتين، يا اما باكسترودر اذا بدي طلعها بشكل بلتس او ستريبس او شيتس تطلع بشكل شرائح، أو مولد صبها بقوالب انجكشن أو كومبريشن أو ترانسفير، بعدين بنقص بتنقص تريم، ووش تو ريموف ذا تريم اند ذا مولد لوبريكانت، بنطفوها، تيست ماتيريال مرة تانية وبعملوا لها باكينج. هاي هي طريقة الربر كلوجرز. حاولت أدور لكم بالنت على صور تصنيع الربر كلوجرز، بصراحة ما لقيت، أو بتكون مبين الماكينة بس مو مبين الفاين ديتيلز. هلا عملنا الكلوجرز، ما بيجوا بيستخدموها دايركتلي، بدنا نعمل لها فحص. وي هاف تو ميك كواليفاينج للربر كلوجرز، اتاكد انها بقدر استخدمها للبارنترال ولا لا. اول شيء بدي اعملها بايولوجيكال تيست. بايولوجيكال تيست عاده تقسم لنوعين، ان فيترو وان فيفو. الان فيترو اللي هي باستخدام الاجار ديفيوجن تيست، يعني بدي ازرعها وشوف اللي بيصير فيها، بيطلع مايكرو اورجانيزمز، او الدايركت كونتاكت تيست، او الاليوشن تيست. هاي طرق زراعه للبكتيريا للمايكرو اورجانيزم حتى اتاكد انه ماي كلوجرز ار فري فروم مايكروبس. بعدين في عندنا الان فيفو. الان فيفو اللي هي باي سيستميك انجكشن تيست، انتراكوتينوس تيست، وامبلانتيشن تيست. هذا نوع انواع الربرز، هاي كلها بدنا نعمل لها فحص حتى اتاكد انه ما بتعمل لي انه within the limits المسموح فيها باليونايتد ستيتس فارماكوبيا او بالبريتش فارماكوبيا. ما راح ندخل بكل تيست والفاين ديتيلز له، بس انك تعرف انه الربر كلوجرز مفروض نعمل لها بايولوجيكال تيست ان فيترو ان فيفو. هلا مو بس بايولوجيكال تيست، كمان بدي فيزيكو كيميكال تيست اللي هي السولفنتس اكستراكشن، في different solvents بالأمبولة بالبوتل، ففي عندي رح تتعرض لـ different drug product. وبعدين بحطها بهالسولفنتس هاي وبحطها بالأوتوكليف 100 سنتيمتر مربع exposed surface area of the closure، بخلي تقريبا 100 سنتيمتر معرض من الكلوجر،
وبعدين بقيس التربيديتي، هل صار في تربيديتي، في وجود هيفي ميتالز، هل تغيرت البي اتش، التوتال اكستراكتابلز، ريديوسنج ايجنتس بالنسبه للفيزيكو كيكمال تيست، وبقارنها بالليمتس الموجوده عندي بالفارماكوبيال. هلا بالنسبه للالاستومر كلوجرز، في عندنا كمان تيست اللي هو الاكسجين ترانسميشن، الووتر فيبر ترانسميشن، البريشر تو بانكشر، قد ايه بتتحمل انه لا تنخزي. انا بهمني انه بس احط الابره دايركتلي، مو الابره تنطعج اذا بدي اجي فوتها من داخل الربر كلوجر. الكورينج هيك بتفتفت، الريسيلابيليتي انه بعد ما تدخل الابره بالربر كلوجر وطلعها يسكر. بايوكومباتابيليتي، كومباتابل مع البرودكتس. ليتشابل، الليتشابيليتي، هل بتطلع لي مواد على البرودكت ولا لا. الاكستراكتابلز، بارتيكولات ماتر، الاندوتوكسين ريموفل، ديترجنت ريموفل، البريك فورس، فاكيوم ريتنشن، باكج انتجريتي، شيبينج سيميوليشن. هاي كلها من التيست، يعني لاحظوا العمليه مش بسيطه انه صنع وحط الغطاء وبس، هي في عندنا تيست كامله لهالبارنترال كلوجرز حتى اقدر استخدمها جوا البارنترالز. فالربر كلوجرز انكلود ذا بريشرز، اهم تيست للربر كلوجرز، او الفانكشناليتي تيست اهم شيء لانه ضروريه لشغل الربر كلوجرز، اللي هي البريشر تو بانكشر اللي هي بنترابيليتي، قديش البنتريشن قدرتها على الاختراق، الكورينج اللي هي فراجمنتيشن قد ايه بتتمزع، والريسيلابيليتي قد ايه بتسكر بعد ما تطلع منها الابره. ففي عندنا هدول بنسميهم فانكشناليتي تيست، لانه بدونهم ما بقدر استخدم هاي الربر كلوجر. الفانكشناليتي تيست ار بيرفورمد اون كلوجرز انتندد تو بي بيرست باي ا هايبوديرميك نيدل، اذا تعمل للاغطيه اللي بدها تخترقها الابره. Resealability is required only for closures intended for multi-dose containers. يعني إذا أنا بmulti-dose vial بدي أعمل فحص resealability، لكن إذا plastic bottle وخلص رح يستخدمها مرة وبعدها ما استخدمها single use، ما بهمني resealability، أنا بهمني penetrability والcoring. Resealability لا، ما بهمني تسكر بعد انا لانه خلص بطلت ما بدي استخدمها. او فايل فور سنجل دوز، هاي كمان الريسيلابيليتي ما بهمني، الريسيلابيليتي بتهمني فقط فور مالتي دوز كونتينرز. ذا نيدل سبيسيفايد فور ايتش تيست از ا لوبريكيتد لونج بيفل هايبوديرميك نيدل، اذا مش اي ابره بدي استخدم، بدي استخدم هايبوديرميك نيدل اللي هي الابره يلي مثل تبعت الالرجي بدها تفوت. البيفل الها لونج بيفل، حكينا البيفل اللي هي المقطع العرضي او شطفه الابره اللي هي ستيرايل هايبوديرمي وذ ان اكسترنال دايمتر، قطرها بيكون 0.8 ملم والانر دايمتر اللي هو 21 جيج. حكينا المره محاضرات اللي قبل شو معنى 21 جيج. هلا البنترابيليتي انه قد ايه عندها قدره للاختراق، كيف بيعملوا الفحص. فيل 10 سوتابل فايلز تو ذا نومينال فوليوم وذ ووتر، اذا بجيب فايلز 10 فايلز وبعبيها بالمي للحد المسموح فيه. فيت ذا كلوجرز، بنسكر الاغطيه تو بي اكزامند اند سكيور وذ اليمم كاب وبنسكر عليها مظبوط. يوز ا نيو هايبوديرميك نيدل فور ايتش كلوجر، كل فايل مش نفس الابره، كل فايل لها ابرتها الخاصه. بيرس ذا كلوجر وذ ذا نيدل بيربنديكولار تو ذا سيرفيس، بنزل الابره عموديه على الكلوجر. هلا الريكويرمنت، ذا فورس فور بيرسينج از نو جريتر ذان 10 نيوتن فور ايتش كلوجر، مفروض ال10 فايلز ما تتعدى القوة، يعني أنا ما بدي قوة كبيرة لأنه إذا قوة كبيرة ممكن تطعج مع النيدل، فبدي القوة ما تتجاوز 10 نيوتن لكل كلوجر. Determined with accuracy of plus minus 0.25 نيوتن، يعني 10 وربع 9.75 plus minus، بس يكون من 10 plus minus ربع نيوتن اللي هي الفورس needed to penetrate the closure. الكورينج أو الفراجمنتيشن،
لك هلا في عنا closures بدي استخدمها for liquid preparations و closures for dry preparations. هلا عادة من بجيبوا 12 vial طبعا بما انه liquid يعبيها مي with water to 4 milliliter less than the nominal capacity، يعني مكتوب عليها 5 مل مثلا 2 مل بنزل منها او بغض النظر بقل اقل 4 مل من النومينال capacity، وبنسكر الكلوجرز وسكيور with aluminum cap and allow to stand وبنخليها 16 ساعة. إذا بنسكر عليها بنحط فيها مي أقل من 4 مل، بنسكر الغطاء وبنتركها 16 ساعة. The closures for dry preparations fit the closures to be examined into 12 clean vials and secure with a cap. بنسكر عليهم بالغطاء. The procedure using a hypodermic needle fitted to a clean syringe. إذا بنجيب النيدل. Inject into each vial 1 ml water while removing 1 ml of air. بنسحب 100 ml هواء ونحط بداله 1 ml مي. Repeat this procedure 4 times for each closure. كل مرة الكلوجر بندخل فيه ميل مي ونسحب ميل هواء. Piercing each time at a different site. نفس الفايل بنخزقها من أكثر من موقع. Use a new needle for each closure, checking that it is not blunted during the test. نتأكد إنها مش نيدل من هذا إنه تكون حادة. Filter بعدين من فلتر the total volume of the liquid in all the vials through a single filter with a nominal bore size no greater than 0.5 micrometer. بعدين نفلتر السائل الموجود جوا الفايلز. منعد الربر fragments on the surface of the filter visible to the naked eye. منعد بهالفلتر كم ربر fragments كم فتافيت من الربر موجودة في ال naked eye. هلا شو ال USB بتقول لنا؟ There are no more than 5 fragments visible. مش مسموح أكثر من 5 فتافيت تكون واضحة. This limit is based on the assumption that fragments with a diameter more than 0.5 are visible to the naked eye. يعني بنعرف انه اللي اقل من 0.5 ما بتقدر تشوفهم بالعين المجرده. هلا اكثر من 0.5 معناته الفتافيت كبيره فبتقدر تنشاف بالعين المجرده. In case of a doubt, the particles are examined microscopically to verify the nature and size. إذا الواحد شك شايفها ولا مو شايفها، مبينة ولا مو مبينة، ممكن تحت الميكروسكوب يتأكد من طبيعة وحجم الفتافيت اللي طلعت معي. الريسيلابيليتي اللي حكينا هاي مناسبة لمين؟ للمالتي دوز كونتينرز. هلا كيف بدنا نعملها؟ بريفل 10 فايلز وذ ووتر تو ذا نومينال فوليوم. بنعبيها مي، بنجيب فايلز وبنعبيها مي، منسكر الأغطية that are to be examined and the cap. بنحط الغطاء ونحط الكاب. Use a new hypodermic needle as described above for each closure. طبعا كل فايل إلها إبرتها الخاصة. Pierce each closure 10 times. من نغزوزها 10 مرات. Piercing each time at a different site. كل مرة في موقع مختلف. بعدين immerse the 10 vials in a solution of 0.1% ميثيلين بلو. يعني احنا هلا غزغزنا الكابس 10 مرات بمواقع مختلفة من الكلوجرز، بعدين بنيجي من مثل من ننقعهم مسكرين هن مفروض ب ب 1 لتر فيه 0.1% ميثيلين بلو وابلاي ونحط ضغط حوالي 27 كيلو باسكال لمدة 10 دقائق. هلا اذا فات الميثيلين بلو لجوا معناته ما سكرت مظبوط، هذا الفكره فيها. Restore to atmospheric pressure بعدين بنرجع الضغط الجو العادي and leave the vials immersed for 30 minutes وبنتركه لمده نص ساعه. Rinse the outside of the vials مشان ما يكون الميثيلين بلو انا اللي شايفيته من برا، هاد بنمسحها من برا. وبعدين الريكويرمنت مفروض اذا كانت ريسيلابل انه نون اوف ذا فايلز كونتين اني تريس اوف بلو سوليوشن، ميثيلين بلو اللي صبغه لونها زرقاء اذا دخل اللون الازرق على المي من جوا الفايلز معناته فشلت بالنسبه للريسيلابيلتي. فريسيلابيلتي مفروض ولا فايل جواتها يكون فيه صبغه زرقاء.
هلا في عنا كمان تيست يعمل الربر اللي هو الدراج اكسيبينت انتر اكشن، وهذا مهم جدا لانه هن بس بلشوا بالناتشرال ربر وجدوا انه في عنا هاي انتر اكشن بتوين ذا دراج اند ذا ربر، فانا بهمني انه الكلوجر اللي استخدمه ما يعمل لي اي انتر اكشن. هلا شو ممكن يكون في عندي انواع الانتر اكشن؟ ممكن تكون عندي ادزوربشن absorption, permeation of the drug through the rubber, or leaching of the rubber into the drug products. هلا absorption كثير وجدوا انه كثير من البروتينات مثلا انسولين امينو اسيد بصير لها absorption على سطح الربر، معناته ضيعت الاكتيفيتي لها، معناته بدي اشوف لي كلوجر انه ما يعمل لي هذا الادزوربشن او اعمل له تريتمنت معين مشان ما يصير هذا الادزوربشن. اذا ادزوربشن احد اهم الانتر اكشنز ما بين الدواء والربر. ثاني شيء الابزوربشن اوف ذا دراج ديسبيرسد ان ذا ربر، بتعرفوا في عندنا فرق بين ادزوربشن وابسوربشن. الادزوربشن اللي هو الامتزاز او الادمصاص اللي بيكون على السيرفيس، الابسوربشن مثل السفنج اللي هي بتدخل لانسايد الربر. فوجدوا انه بعض السوليوتس بعض الاكسيبينتس بعض الادويه بصير لها سوربشن بتدخل، وخصوصا اذا لها هاي بارتيشن كوفيشنت بصير لها امتصاص على الربر. يعني حللوا الربر وجدوا انه فيه ماده الدواء او بعض الاكسيبينتس، معناته انا بس سحبت النيدل بدي اعطي للمريض الدواء كان اقل من المطلوب لانه صار له معظمه امتصاص على الربر او جزء منه. يعني الدوز معركه رح تكون مضبوطه سواء بالادزوربشن او بالابزوربشن. شيء ثاني ممكن يعمل الربر كلوجرز اللي هي بيرميشن ثرو ذا ربر، انه ممكن يخلي الربر بعض الاكسيبيانت تتبخر من خلال تطلع من خلال الربر كلوجرز. وجدوا بعض الفينوليك بريزرفاتيفز واللي هي مواد متطايره بتتبخر، يعني حللوا بعض العينات حضروها. طبعا احنا ما بنحط البريزرفاتيف الا للمالتي دوز بريباريشن، وجدوا انه بعدين كانه مو موجود فيها بريزرفاتيف. طب وين احنا حاطينه؟ اللي صار انه صار لها بيرميشن ثرو ذا ربر. Leaching of the rubber extractables into the drug product. كمان هاي مشكلة تانية للربر، إنه مثل الـ 2 ميركابتوبنزوثيازول، الألمنيوم، الزنك، هدول مواد وجدوا إنها اللي هي تستخدم في تصنيع الربر كلوجرز إنه موجودة جوا البرودكت. أنا مش بحطيتها بالفورميلا لكن صار لها leaching، انسحبت من الربر كلوجرز ودخلت للبرودكت سوليوشن which could lead to أو could lead to deterioration of my product. ممكن تتفاعل معه الألمنيوم، الزنك يتفاعل مع البرودكت وأدي لبريسبتيشن للدراج، بدي أعطيه مثلا انترافينوس انتراماسكولار، صار عندي مشاكل بالفورميلا كلها. هاي بالنسبة إذا للربر. فإذا الربر مش شيء سهل، الكلوجرز اللي أنتم بتشوفوه خاضع لكثير من الفحوصات حتى أقدر أنا أحطه بالبارنترال بريباريشنز، من أهمها الانتر أكشنز، الريسيلابيليتي، البنترابيليتي والكورينج. نيجي للبلاستيك. كمان البلاستيك من البوليمرز اللي يستخدم as a container for parenteral preparations. حكينا ممكن كتير من اللارج فوليوم parenterals أنا أحطها في بلاستيك باكس أو ببلاستيك بوتلز. هلأ البلاستيك عبارة عن synthetic polymer. They are blue polymers, synthetic or natural, which natural بتكون semi-synthetic مش totally natural, which can be shaped when softened then hardened to the desired structure. يعني بتكون متسائلة وهي طرية بشكلوها بشكل اللي بده اياه، بعدين بيبسوها بجمدوها. A polymer is a large organic molecule built up from the repetitive joining of smaller molecules. المونومرز، مونومرز أكثر من مونومرز بتعمل لنا البوليمر.
linked by a carbon-to-carbon bond with a variety of complex organic groups attached. Polymerization utilizes heat, pressure, and catalyst. يعني كيف بصير المونومر تجتمع مع بعض حتى تكون البوليمر؟ بدي في عندي ممكن كاتاليست ضيف، ممكن رفع الضغط، ممكن الحرارة، هاي كلها تؤدي للبوليمرايزيشن. Major problems عن PVC اللي هي بوليفينيل كلورايد، البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي أمايد اللي هو النايلون، البولي كاربونيت، البولي أوليفين، الكوبوليمر مثل الإيثيلين فينيل أسيتيت، بولي إستر، البولي مونو مثل أكريليك، الأكرايل نيترايل بيوتادين، هاي كلها من البوليمرز اللي تستخدم. هلا في كومبينيشنز منها ممكن يعطينا الشيء اللي بدنا اياه ل اور كونتينرز. هلا مثلا للبلاد برودكتس اللي بحطوا فيها عينات الدم اللي هو البي في سي البوليفينال كلورايد، للديسبوزابل سرنجز البلاستيك هاي عباره عن بوليكربونات بولي ايثيلين او بولي بروبيلين، الإريجيشن سوليوشن كونتينر للغسيل دول البولي إيثيلين بولي بروبيلين بولي إليفين، الآي في إنفيوجن ممكن يستخدموا فيها البولي فينايل كلورايد والبولي إيستر، الأدمينستريشن سيت حكينا المرة الماضية بيكون بالآي في إنفيوجن باكس للمستشفيات اللي هو بيتكون السبايك البربيش الطويل واللي بتدخل في الكاتيتر بايد المريض، هاي ممكن تتصنع من الاسيتونيترال بيوتادين نايلون اللي هي ماده السبايك بتكون النايلون، البربيش هذا من البوليفينايل كلورايد، النيدل ادابتر من البي ام ام اي اللي هي بوليميثيلين مثل اكريليت، الكلام الملقط هذا اللي بغيروا فيه من البولي بروبيلين. فعندنا different types of plastics used for different parts of the administration set. الكاثيتر بصنعوه من مادة التفلون أو البولي بروبيلين اللي هو التترا هيدرو فلورين أو البولي بروبيلين. فهي كلها عبارة عن polymers thanks للصناعات اللي قدرت او للميديسينال والكيمستري اللي هي قدروا يصنعوا هاي انواع البلاستيكس كلها حتى نقدر نعمل different types of plastic to suits different uses in parenteral containers. هلا البلاستيكس في عنا نوعين، في عنا الثيرموبلاستيكس والثيرموسيتس. في فرق بيناتهم. الثيرموبلاستيك ماتيريالز اللي هي البوليمرز ذات سوفتن ابون هيتينج، تطرى كثير بتصير مثل الليكويد بس تسخنها وبس تبرد بتجمد. هاي العمليه ريفرسبل، كل ما سخنت بتسوخ وبس تجمد بترجع، اسمهم ثيرموبلاستيكس. الثيرموسيتس they are chemically reactive at the fluid state, hardened by cross-linking, forming three-dimensional network, non-reversible. يعني بتكون سخنة وسائلة لكن بصير لها hardening عن طريق إنه بتكون cross-linking، فبس تسوخها مرة تانية أو ترفع الحرارة ما بترجع fluid لأنه خلص. It is a non-reversible process. الثيرموسيت، ففي عنا فرق ما بين thermoplastic والثيرموسيتس، وهذا ممكن انه حسب اليوسز للبارنترال بريباريشنز استخدمها. يعني ممكن اذا بتتعرض لحراره كثير او توكليفز شيء ما اقدر احطها بالثيرموبلاستكس لانها بتصير سوفتن وبتخرب عندي الكونتينر، فممكن استخدم الثيرموسيت بلاستيك. ففي عندنا انواع. هلا البلاستيك مثل ما مثل الربر، ما كان بس الربر موجود عندي او الالاستومر، كان في عندي مواد تانية تضاف للربر، كمان نفس الشيء في عندي مواد تضاف للبلاستيك حتى تعطيها الشيء اللي بدي بناسبني للبارنترال بريباريشنز. هلا من البلاستيك اديتيفز عندنا الانتي اوكسيدنتس مثل البولي بيوتيليتد هيدروكسيدولوين، الثيو إيسترز والفوسفايدز
ممكن نضيفها as antioxidant. Heat stabilizers، حكينا أنا بخاف على البلاستيكس اللي عندي من الحرارة، فممكن الميتاليك ستيريت، الإبوكسيدايزد صويا بين أويل، باريوم بنزويت ضيفه as a heat stabilizers. Lubricants مثل الفاتي أسيدامايد، البولي إيثيلين واكسز، السيليكونز، الفلوروكاربونز، زنك ستيريت could be added as a lubricant. Lephthalates as plasticizers، وممكن نضيف dyes لعطي لون للبلاستيك. هلا الكونتينرز، صنعت من الكونتينر من البلاستيك، بدي اعرف اعمل له فحوصات معينه. اول شيء الشكل العام الابيرنس، وفي هذا الابيرنس في عندي requirements بالبي اس بي. انا اللي عم بحكي لكم اياهم هون اسماء وعناوين التست that have to be done for the containers before it is used for parenteral preparations. Light transmission، non-volatile residue on ignition، شو بيحرقوش وقديه بيطلع كمية residue. Heavy metals، buffering capacity، barium 10، ether soluble extract، water vapor permeation، various extracts، thickness، pressure، flexibility، نسبة الفينايل كلورايد، fine particles. هاي كلها من التست that has to be done for the containers to assure its equality. هلا كمان غير هيك في عندي بيولوجيكال تيست، مثل ما عملنا بيولوجيكال تيست للربر، في كمان بدي اعمل بيولوجيكال تيست للبلاستيك. في عنا دائما الان فيترو والان فيفو، مثل ما عملناهم نفسهم للربر كونتينر الكلوجرز، بدي اعملهم للبلاستيك كونتينرز، الان فيترو تيست، الاجار ديفيوجن تيست. الكونتينرز بنزرع باجار ديفيوجن بشوف في مايكرو اورجانيزمز ولا لا، دايركت كونتاكت، اليوشن، هيموليسيس، هاي كلها ان فيترو تيست. ان فيفو اللي هي سيستميك انجكشن للاكستراكت، انتراكوتينيوس تيست وامبلانتيشن تيست، they have to be done to assure البلاستيك كونتينرز بايروجين تيست is within the limits and could be accepted for parenteral preparations. هلا بعض الميجر بلاستيكس البروباريتيز إلها، فمثلا البودي لو دنسيتي بولي إيثيلين، هاي دنسيتي بولي إيثيلين وبولي بروبيلين والإيثيلين فينيل أسيتات، دول هن أنواع الميجر بلاستيكس اللي يستخدموا بصناعة البارنترال. هلا بالنسبة للدراج كومباتابيليتي، أفضل إشي فيهم اللي هو الهاي دنسيتي واللو دنسيتي والبولي بروبيلين. موستشر بيرميشن، أفضل إشي اللي هو الهاي دنسيتي بولي بروبيلين. الهيت ستيريلايزيشن، the best is with بولي بروبيلين. الترانسبيرنسي كاركترستيكس، البي في سي the best. الكولابسابيليتي كاركترستيكس، وهي بهمنا وين بالبلاستيك انفيوجن باجز، بدي اياها بس تطلع تطعج كل ما ينسحب منها السائل او البرودكت الدواء بتطعج، فالبي في سي له اعلى كولابسابيليتي كاركترستيكس، عشان هيك كمان ماده البرابيش والتيوبات بصنعوها من البي في سي. ديسبوزابيليتي كابابيليتي، عندنا بتشابهوا اللو دنسيتي والهاي دنسيتي والبوليبروبيلين بنفس البروباريتيز، بنفس الاماونت، فحسب شو الموجود عندي ممكن انه استخدمه فور ذا كونتينرز. هلا ديفرنت تايبس اوف كونتينرز، سواء كان عندنا بلاستيك اور جلاس، والستوبرز اللي هي من الربرز، هاي كلها الكونتينر variables، وين نطينا؟ الكونتينر variables اللي هي density، autoclavable، additives leachables، water permeation، gas permeation، reactivity، physical properties، color، transparency، flexibility، هاي كلها general test to be done. الideal properties انه يكون non-reactive
with stand sterilization if needed, can be colored, completely sealed, cap fit bottle probably, بتذكر القطع اللي مزبوط. The properties of the material used must be suitable for the intended use بالنسبة للإلاستيسيتي والهاردنس والبوروسيتي. هاي كلها من الفحوصات اللي تعمل للكونتينرز اللي بدي استخدمها للبارنترال بريباريشنز. اوكي؟ نيجي هلا للبيروجين والبيروجين تيستينج. البيروجين حكينا عبارة عن كلمة لاتينية من كلمتين اللي هي بايرو وجين. بايرو it means من كلمة البايركسي الحرارة، وجين المسبب أو من الجينيسيس اللي هي اللي مسبب للحرارة، فهي الجسيمات التي تسبب الحرارة. فعندي بايروجين and بايروجين testing. البايروجينز are fever producing organic substances arising from microbial contamination. هلا من وين بيجوا دول؟ عنا البيروجينز يا انه بتكون اندوتوكسينز او اكزوتوكسينز. الاندوتوكسينز يلي هي بتكون عباره بالجرام نيجاتيف بكتيريا اللايبوبوليساكرايدز اللي حواليها، والاكزوتوكسينز اللي هي بس تموت الجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف البوث. ممكن تفرز مواد، هاي المواد تسبب البايركسيا. فإذا عندنا الجرام نيجاتيف ممكن تطلع لي اندوتوكسين وهي عايشة اندوتوكسين وبس تموت اندوتوكسين اوكسوتوكسينز، والجرام بوزيتيف بس اكزوتوكسينز. فاللايبوبوليساكرايدز from the outer cell wall of the bacteria. Bacterial biogens are also called endotoxins. The gram negative produce more potent endo than the gram positive and fungi. Thermostable, دول مشكلتهم بتحملوا حرارة، يعني بالأوتوكليف ما بشيلها. And bacterial filtration may not remove them. أيام حكينا الفلتريشن بشيل كل شيء particulate matter، بس إذا كان البور سايز للبكتيريال فلتر للفلتر بيبر اللي عم بيستخدمه للفلتريشن أكبر، أصغر من أصغر ولا أكبر؟ أكبر من البيروجين، ممكن البيروجين يدخل للبارنترال بريباريشنز وبالتالي يكون في عندي بيروجينز. هلا كيف الطريقة المضبوطة لشيل البيروجينز؟ إني أكسدها by oxidation باستخدام الـ KMnO4 أو الباريوم هيدروكسيد أو distillation والـ dry heat sterilization، حرارة عالية أو أكسدة. الـ major sources للـ biogen contamination، هلا من وين ممكن يجي البيروجين؟ ممكن دوائي ما فيه، لكن الرو ماتيريالز، انا مو بس دواء، عندي اكسبيرينس ثانيه، عندي انجريدينتس، الايكوبمنت اللي بستخدمها، البروسيس، عمليه البروسيس، ممكن الاوبريتورز، الهيومنز، الماكينات، الستبس اللي عم بستخدمها، المي يكون فيها بايروجينز. في عندنا سورسز كثير للبايروجينز ممكن تدخل للبارنترال بريباريشنز. هلا الميثود اوف دي بايروجينيشن يلي هي الريموفال اوف بايروجين باي رينزينج، ديستيليشن، الترا فلتريشن، يعني بدي اذا بدي اعمل فلتريشن وشيل البايروجين بدي استخدم فلتر بيبر السايز له من 0.01 تو 0.1 مايكرون، ريفرس اوسموزيس، الكتروستاتيك اتراكشن اند شارج موديفايد ميديا اللي هي مثل الاسبستوس او النايلو، بتعمل لنا اتراكشن وتجذب البيروجينز، الهيدروفوبيك اتراكشن اللي هي اليفاتيك بوليمرز فور اكزامبل ضيف، اكتيفيتد كربون بتعمل لنا ادزوربشن للبيروجينز، افينيتي كروماتوجرافي مثل الايون اكسشينج كولوم، هي بتشيل البيروجين، يعني ما بتخليها، بتشيلها نهائيا، او انه البيروجين خليه لكن نعمل له ان اكتيفيشن باي اسيد بيس هيدروليسيس which is a strong method، oxidation by H2O2 hydrogen peroxide الـ KMnO4 الباريوم هيدروكسيد، alkylation مثل الإيثيلين أوكسيد، dry heat، moist heat
أكثر من 3 ساعات، حكينا إحنا لمدة ربع ساعة وثلث ساعة الكافية للكيلينج للمايكرو أورجانيزمز، ما بتشيل عندي البيروجين. لكن لو خليته بالمويست هيت مور ذان 3 اورز ممكن اعمل ان اكتيفيشن للبيروجين، ما بيعمل ريموفال، بيعمل ان اكتيفيشن. ايونايزنج ايونايزيشن راديشن هاي دوزز كمان ممكن يعمل ان اكتيفيشن للبيروجين. هل بدي اعمل ريموفال ولا ان اكتيفيشن؟ ات ديبندز ابون ماي فورميليشن، ماي برودكت، ماي اكويبمنت، شو اللي بستخدمه، ماي كونتينرز، هل مثلا بتحمل اكسده، بتحمل اسيد بيس هيدروليسيس، بتحمل حراره، فطبيعه الماده، طبيعه الانجريدينتس اللي عم بستخدمها هي بتعطيني الميثود اوف دي بايروجينيشن، ايذر باي ريموفال اور باي ان اكتيفيشن. هلا عملنا بايروجين ريموفال او بايروجين ان اكتيفيشن، بدي اتاكد انه ما في عندي بايروجينز، فبدي اعمل البايروجين تيستينج. البيروجين تيستينج في عنا الرابت بيروجين تيست، عنا فحصين معروفين باليو اس بي اللي هي الرابت بيروجين تيست واللال تيست. اللال تيست الاختصار لليمولاس اميبوسايت لايزيت تيست، رح نيجي هون هلا. هلا الرابت بيروجين تيست، الرابت رابت تمبريتشر بيفور اند افتر، ما احنا حكينا البيروجين اللي هي مسببات بترفع الحراره، فبدي اقيس حراره الارانب قبل ما اعطي الانجكشن. فرابت تمبريتشر بيفور اند افتر برودكت انجكشن از مونيتورد. البروسيجر كيف؟ هيت ذا اكويبمنت على 250 درجه مئويه لنص ساعه تو ستيريلايز اند دي بايروجينيت، then equilibrate at 37 degree، بعدين بستنى عليها لتوصل ل 37 درجة مئوية. Inject 3 rabbits with 10 ml of each 10 ml per kilogram of the product within 10 minutes period. كل 10 دقائق أعطي injection للرابت. Record the temperature every 30 minutes for 3 hours. وبضلني كل ساعة باخذ بفحص الحرارة. كل نص ساعة يعني لمدة 3 ساعات، كل نص ساعة، أول نص ساعة، بعدين ساعة، بعد ساعة ونص، ساعتين، ساعتين ونص، 3 ساعات بقيس الحرارة. كنت أخذ الحرارة before وهلا الحرارة after the injection لمدة 3 ساعات. If no rabbit shows temperature rise higher than نص degree then the product passed the test. إذا ولا أرنب ارتفعت حرارته أكثر من نص درجة معناته البرودكت سليم والبيروجين تيست good. If one or more rabbit shows temperature rise above نص then another 5 rabbits need to be tested. إذا واحد من الأرانب ارتفعت درجة حرارته عن حرارته الأولانية أكثر من نص درجة بدنا نعيد نجيب 5 أرانب تانيين، يعني بالأول بلشنا ب3 أرانب بنجيب 5 أرانب تانيين. هلا من ال8 أرانب if no more than 3 rabbits show rise of نص ديجري، إذا ولا واحد من أكثر أو مش أكثر من 3 ارتفعت أكثر من نص، and the cumulative rise إذا جمعت الارتفاعات مش أكثر من 3.3 then the test is passed. Otherwise the product is not free from pyrogen. أو إنه لسه في عندي بيروجينز جوا الفورميليشن. فإذا أنا بجيب أول 3 أرانب بقيس حرارتهم قبل، بعطي الانجكشن، بعدين كل نص ساعة بقيس الحرارة لمدة 3 ساعات. إذا ولا واحد ارتفعت حرارته أكثر من نص معناته باس، ما عندي بايروجينز. إذا واحد من الأرانب ارتفعت واحد أو أكثر من 3، واحد ارتفعت أكثر من نص بجيب 5 أرانب تانيين وبشتغل مرة تانية بقيس بعمل التيست. إذا ولا واحد من 3 أرانب ارتفعت أكثر من نص مجموع الارتفاعات لا يتجاوز، يعني جمعت للثمان أرانب ما تجاوز 3.3، بعدين هذا التست is passed. Otherwise it fails. I have to redo the debiogenation.
رد اعمل دي بايروجينيشن. هلا مشاكل هاي الرابت بايروجين تيست هاي فاريابيليتي، عندي مستخدم ارانب يمكن الارانب مريضه لشيء ثاني معين فارتفعت حرارتها مش بسبب البايروجينز، not very accurate method، lack of reproducibility في عندي ضعف بالreproducibility، it is slow استنى بدي استنى على الاقل 3 ساعات، high cost كم ارنب بدي 8 ارانب، require large sample، low sensitivity and is not quantitative ما بيعطيني بالضبط انه قد ايه عندي بايروجينز، بيعطيني انه في بايروجينز ارتفعت الحراره، نيد انيمال هاوس بدي محل حاطط فيه ربي ارانب واستخدمها فبدي انيمال هاوس، الدايت اند دراج مي افكت ذا ريزلتس ممكن هذا الانجكشن اللي انا عم بعطيه للارنب هو نفسه اللي عامل لي المشاكل مش وجود البايروجين. فمشان هيك لجأوا لفحص ثاني اللي هو الليمولاس اميوسايت لايسيت تيست او اللال تيست، معروف اسمه المشهور اللال تيست. الهورس شو كراب هذا حيوان بحري دمه بيحتوي على انزيمز اند بروتينز ذات كواجوليت ان ذا بريزنس اوف ا لو ليفل اوف بايروجين، فهذا الهورس شو كراب بلاد الانزيمات اللي فيه بتجلط بوجود البايروجين. هلا الادفانتجز ما عندي animals more accurate sensitive and the biorogens can be quantified، يعني قد ايه في عندي coagulation بقدر اعرف قد ايش في عندي biorogens. البروسيجرز كيف بنعمل اللال تيست، heat the equipment دائما بدي اعقم بالبدايه واضمن انه مثلا عامله دي بايروجينيشن، طبعا احنا بالدراي هيت ل 250 لنص ساعه انا عم بعمل دي ريموف البايروجينز باي دراي هيت او ان اكتيفيشن للبايروجين باي دراي هيت تو ستيرلايز اند بايروجينيت ذن اكويليبريت ات 37 ديجريز وبستنى عليها ل تبرد على 37 درجه مئويه. البي اتش لا المفروض ما بين 6 ل 7 ونص يعني تقريبا نيوترال بي اتش، ديتيرمين ا فاليد ديليوشن فاليو فور ذا تيست سامبل يعني بحدد شو بدي اعمل ديليوشن حتى اقدر اقيس، ميكس لال ريجنت هذا منشره جاهز عباره عن دم للهورس شو كراب بلاد منشره جاهز نخلطه بالتيست سامبل ان تيست تيوب اند ذا كنترول وبعدين نتركه لمدة ساعة على درجة حرارة 37. هلا the positive reaction it confirmed by the formation of a firm gel that remain intact when the tube is inverted 180 درجة. إذا طلع في عندي بايروجينز بعد ساعة بقلب التيوبات. إذا ضل جل هيك وما تحرك معناته في عندي بايروجينز، هذا هو اللال تيست. فاللال تيست أنا بستخدم الهورس شو كراب بلاد ريجنت بحطه مع التيست سامبل وبعمل له انكوبيشن لمدة ساعة، إذا صار كواجوليشن صار تكون عندي جل بعد ساعة بعد ساعة بقلب التيوبات، إذا ضل الجل معناته في عندي بايروجين. طبعا هاي التست is very sensitive very accurate ما في داعي لا استخدم animal house ولا استخدم أرانب وقيس قبل وقيس بعد، هو عبارة عن الريأجنت بحطه على التست ماتيريال حتى اتأكد في بايروجينز ولا لا. هلا المانيوفاكتشرينج للستيرايل برودكتس او للستيريل برودكتس رح خليه للمحاضرة الجاية، اوكي؟ انا المادة عنا لسه قدامنا شهر بصراحة لشهر او حتى اكثر شوي 25 ل 25/5، يعني امتى اخر محاضرة بالفاينل؟ توقع لاخر 5، فلسه في عنا ماتيريالز بنضل شابتر واحد، فمشان هيك انا عم بمشي شوي شوي بالمادة بصراحة. مش شوي شوي يعني انه ما عم بدي اقطع كميات كبيره، فالمره الجايه بنبلش بالمانيفاكتشرنج اوف ستيرل برودكتس. اوكي حدا عنده اي سؤال؟ شكرا دكتور. يلا يعطيكم العافيه، يلا اهلين.